السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين الشيخ أن الأغلبية منسجمة وتعمل على قلب رجل واحد وليست بينها أي خلافات. وأضافوا لشيخ على مؤتمر صحفي بنواكشوط لا خلاف للأغلبية إلا مع المعارضة، وأن جزءا منها يعتبر أقل خلافا معها من جزء آخر. صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس على مشروع قانون ينظم الإشارة في قطاعي الإعلام العمومي والخصوصي في البلاد. قالت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الوصية على قطاع الإعلام في موريتانيا هاوا تانجا، قالت إن قانون الإشهار يأتي بدفع النهوض بالوضع الاقتصادي ورصد موارد مالية لقطاعات الاتصال. وتأتي المصادقة على هذا القانون أياما بعد قرار شركة البث الإذاعي والتلفزي بموريتانيا قطع بث التلفزيونات الخاصة في البلاد. احتج عدد من الصحفيين العاملين بالقنوات التلفزيونية الخاصة بموريتانيا أمام وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في العاصمة نواكشوط، ورفع المحتجون لافتات تطالب بإعادة بث القنوات وإطلاق قانون الإشهار وتفعيل عقود العمل مع العاملين بالمؤسسات الإعلامية. وكانت شركة البث الإذاعي والتلفزي بموريتانيا قد قطعت قبل أيام من البث عن القنوات الخمس الخاصة في موريتانيا لعدم تسديد الديون المتراكمة عليها. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. السلام عليكم.